ولاستبيان الموقف الرسمي للحكومة وللخارجية العراقية بعد أن أثير جدلا كثيرا اليوم حول قضية بعثة الاتحاد الأوروبي التي رفعت هذا العلم لليوم العالمي في كل العالم، هذا موجود اليوم لمناهضة العنف ضد الشواذ والمتحولين جنسيا. ما هو الموقف حتى هذه اللحظة؟ تحية وتقدير لكم أستاذ نجم، ومن خلال منصتكم الإعلامية المحترمة إلى كل جمهوركم العزيز. بالحقيقة وزارة الخارجية العراقية تابعت منذ الساعة الأولى لخبر رفع بعثة الاتحاد الأوروبي لبغداد علم الشواذ والمثليين على مبناها، كما قامت بذلك أيضا سفارة المملكة المتحدة بريطانيا وكذلك السفارة الكندية وبعض السفارات المقيمة لدى بغداد. وزارة الخارجية العراقية كما تعلمون تنسق مواقفها مع السفارات والبعثات وتيسر عملها من جهة بالاستناد إلى اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات، لكن بالوقت ذاته ونفسه أيضا تنظر بعين بالغة الاحترام والتقدير لأبناء شعبنا العزيز، كما أن الوزارة كمؤسسة دولة سيادية تعكس أخلاقيات المجتمع العراقي وقيمه. البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية العراقية عبرنا بموجبه عن شجب وزارة الخارجية لقيام بعثة الاتحاد الأوروبي وبعثات أجنبية أخرى عاملة في العراق برفع علم المثلية في مقراتها لما يمثله من مساس بالمبادئ والقيم الأخلاقية السامية التي تحترمها الديانات السماوية كافة، فضلا عن تنافي هذا العمل مع القيم والأخلاق والأعراف الاجتماعية لبلدنا العزيز واستفزازه للمشاعر والمعاني الدينية المقدسة. هذا الأمر بالحقيقة ومن خلاله نذكر كافة البعثات العاملة في العراق في لزوم التقيد بالقوانين المرعية في البلاد ورعاية الأعراف الدبلوماسية والقيم السائدة في المجتمع العراقي، وتأكيد مبادئ الالتزام التي وردت في مواد اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول. طيب ماذا يترتب على هذا الذي أنتم الآن تشجبونه وتعتبرونه إخلال باحترام القيم والعادات والتقاليد؟ يعني هل تم استدعاء السفراء أم أنكم اكتفيتم فقط بالبيان؟ أستاذ نجم، عمليا العمل الذي تم اليوم هو بالحقيقة خرق للقواعد الأخلاقية التي يعني يرعاها المجتمع العراقي ويستند في كل أصوله ومتبنياته إليها. نحن بوزارة الخارجية العراقية إذ نشجب هذا العمل، هذا لا يعني أن الوزارة تتوقف عند هذا الحد، وبالتأكيد التنسيق مستمر مع هذه البعثات من جهة التعريف بضرورة الالتزام وبأعلى مستوى باحترام قيم ومبادئ أبناء الشعب العراقي، ولفت النظر مجددا إلى المواد الواردة في اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول، لا سيما في المادة 21 من الاتفاقية والتي تنص على أن البعثات المقيمة في البلد المضيف تلتزم برفع علم دولتها، وإذا ما أرادت أن ترفع علم آخر فبالتشاور مع وزارة الخارجية في البلد المضيف، إضافة إلى أن المادة 41 من اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات تنص على ضرورة أن تحترم البعثات الدبلوماسية المقيمة في البلد المضيف القوانين المرعية في هذا البلد. وأذكر أن البعثات الدبلوماسية في أولى أولوياتها أنها تنتهج مبدأ تقويم العلاقات وإشادتها بما يصب بصالح الشعبين أيا كانت تسميتهما، البلد المضيف وما يقابله في البلد الآخر. هذا العمل الذي قامت به بعض السفارات والبعثات اليوم لا يأتي بهذا السياق،